تشهد قلعة روم على أعراقة منطقة نجران، حيث حظيت باهتمام وأيضا زيارة كثير من الشخصيات المهمة من داخل المملكة وخارجها. خلونا نشوف هذا التقرير. بشموخ تتربع قمة الجبل فلا ينافسها بارتفاعها وحصانتها شيء، فموقعها الاستراتيجي يمنحها إطلالة بانورامية كانت حربية واليوم سياحية. عندما تزور قلعة رعوم فلن يوقف نظرك شيء إلا الأفق اللامنتهي، ولن تقع عينك على شيء إلا ويعجبها، كيف لا وهي ترى التاريخ. قلعة رعوم الأثرية، وهذه بنيت عام تقريبا 1351 هجري، استغرقوا في البناء من شهرين إلى 3 أشهر، وكانت بعد الاعتداء اللي من المملكة المتوكلية اليمنية، وانسحبوا منها بعد ما في نفس الوقت اللي انسحب فيها الملك فيصل من الحديدة، وصار فيه توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز. تتربع قلعة رعوم الأثرية على قمة جبل رعوم، وتطل على مركز الحضن بمدينة نجران، وتجذب الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث تشهد إقبالاً على مدار العام للاستمتاع بالإطلالة على مدينة نجران بارتفاع 1000 متر تقريباً. المبنى نفسه مبنى حربي مكون من حدود 7 غرف وثلاثة أحواض لتجميع الماء، حوضين خارجية وحوض داخلي، وكلها يعني حتى غرف السكن مجهزة بالمواشق اللي هي الفتحات اللي يخرجون منها البنادق ويحاربون منها، ومبنية بالحجار الحيود والشجر الحامض اللي هو الأثل والسدر. تشهد قلعة رعوم على عراقة منطقة نجران، وحظيت باهتمام وزيارة كثير من الشخصيات المهمة، كما أنها ما زالت تقف بكل جمالها ومتانتها وقوتها لتخبرنا بقصص المكان وتاريخه. للقناة الإخبارية عبد الله الشماخ، نجران.